بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أخواتي متساكني دائرة تونس اليوم يلزمنا نقف يد واحدة ضد أي شكل من أشكال التمييز اليوم لازمنا نكون صوت واحد ما يسكت شيزي معناه وولاد وبنات العاصمة في كل مرة يخرج لنا سياسي وينادي بالعدالة وينادي بالنهوض في الم... النهوض الاجتماعي بالمناطق ذات الأولوية نحب نعلمكم سادتي أنه دائرة تونس هي دائرة ذات أولوية وأولوية ملحة نحب نعلمكم أنه في دائرة تونس اثنين ما زلنا من البطالة والفقر والاكتظاظ والتلوث البيئة. وانه متساكني دائره تونس اثنين يعانيوا من الميزيريا والفقر ضرب فيها طنيبو والبطاله حدث ولا حرج، ما زلنا نعانيوا لليوم من مشاكل الصرف الصحي، اولادنا همش قاعدين يخدموا وقاعدين يضربوا وقاعدين يدفعوا في ضريبه السكن بالعاصمه، رانا اليوم نشوفوا في مساكن لائقه كواجهه وراها نلقاو اكواخ، رانا في تونس اثنين البنيه التحتيه تهرت، المواطن يعاني من ابسط الضروريات، في دائرتنا نفتقروا للفضاءات الترفيهيه والمتنفسات الصحيه، وان وجدت فهي مهمله، اليوم المستوصفات والمدارس يفتقروا لابسط التجهيزات الحركه الديمقراطيه الإصلاح والبناء تعول على وعي شبابها ونساءها وعلى وعي سياسيين ومثقفين وكفاءاتنا انه اليوم مع بعضنا نبني بلادنا اننا نضع برنامجا اصلاحيا قصير ومتوسط وطويل المدى يقوم على التنميه الشامله والعادله العدل الحقيقي والتي تراعي فيه خصوصيات كل منطقه اننا سنعمل على توفير الحاجيات الاساسيه للمواطن بمناطق دائره تونس اثنين وسنضمن حقه في التعليم والصحه المجانيين واللائقين ايضا وسنعمل على النهوض بالطبقه مستوى وتحسين مقدرتها الشرائيه وسندافع عن حق المواطن في البيئه السليمه وحقه في العمل والسكن وخاصه السكن الاجتماعي اننا في الحركه الديمقراطيه الاصلاح والبناء ندعو الى تغليب المصلحه العليا للوطن ونؤمن ان تونس للجميع اننا حزب يؤمن بالحقوق والحريات وبالمواطنه الكامله والديمقراطيه التشاركيه ونصر على تمسكنا بالمكاسب الوطنيه واهمها النظام الجمهوري ودوله مؤسسات وفصل الصورة واستقلاليه القضاء ومجله الاحوال الشخصيه وضمان حقوق ومكاسب المراه كما نؤمن بان للدولة هيبه وللشعب سياده وللقانون سلطه عليا، نحن مع وفاق سياسي شامل، اننا في الحركه الديمقراطيه للاصلاح والبناء وضعنا برنامجا شاملا ومتكاملا، اصلاحات من الواقع المشي المعيش وحلولنا واقعيه وتستجيب لمتطلبات المواطن في تونس اننا نهدف الى تجميع كل القوى من اجل اصلاحات هيكليه من شانها ان تخلق مواطن الشغل والثروه وتشجيع الاستثمار، ونعمل على دعم وتطوير القطاع الصناعي والسياحي التي تسخر بهما المنطقه، اننا سنعمل جي جاهدا مع جميع اطياف ومكونات المجتمع المدني ومع كل الاحزاب باختلاف ايديولوجياتها من اجل تجذير ثقافه التعدديه الفاعله والايجابيه اننا نعتبر ان الشريك الاستراتيجي الاول في بناء تونس الغد هو المواطن التونسي عامه والشباب منه خاصه ندعو الى امن شامل بمشاركه المواطن والى مصالحه جبائيه ومراجعه لصناديق الدعم والتغطيه الاجتماعيه لنا برنامج واضح واستراتيجية واضحة إننا حزب يجمع ولا يفرق صوتوا الحركة الديمقراطية الإصلاح والبناء التي تدعوكم إلى وحدة وطنية